ولفتح ملف الصراع الإيراني الإسرائيلي والذي اتخذ العراق ساحة له. ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير العسكري العميد عبد الهادي ساري. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سيادة العميد. قتلى بقصف استهدف صهاريج تهريب نفط على الحدود العراقية السورية، كيف تقرأ هذا الاستهداف؟ ولا سيما أنه ليس الأول، سواء على النفط المهرب أو على مستوى الميليشيات الموالية لإيران. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم. في الواقع يعني ليست الأولى ولا الأخيرة من القصف الإسرائيلي على المواقع الإيرانية في سوريا، هي مجموعة من سلسلة الغارات الجوية التي تنفذها إسرائيل على مواقع وعلى مخازن إيرانية موجودة على الأراضي السورية. هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة بهذا الموضوع، لكن أريد أن أقول بصراحة أن إسرائيل وإيران وروسيا لهما هدفا مشتركا واحدا في سوريا، وهو بقاء الأسد. يعني نحن مقتنعون بأن إسرائيل وإيران وروسيا هي تهدف إلى إبقاء الأسد و يعني بقائه على رأس السلطة. أما عن الحرب الإسرائيلية على إيران في سوريا، فهي عبارة عن أن إسرائيل لا تريد نفوذا لإيران أكثر من اللازم، وبالتالي هو سأعتبره صراع نفوذ وليس صراعا إقليميا أو صراعا ربما يكون مغزاه تقليم أظافر إيران في سوريا ولبنان، إنما هو صراع نفوذ ومنع إيران من السيطرة على بعض المواقع وسيطرة نفوذها على المنطقة. علما أن إيران هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحاول أن تقوض الأمن القومي العربي وحتى أمن جيرانها. يعني الآن إيران هي الدولة الوحيدة التي تعبث بالأمن القومي العربي وأمن جيرانها، وبالتالي أن الضربات الجوية التي استهدفت النفط المهرب من العراق إلى سوريا، وعلما أن هذه الضربات ستكون أو ستؤثر بشكل كبير جدا على تلك التهريبات أو المهربات إلى سوريا. النظام الإيراني يمتلك أكثر من طريقة في نقل سلاحه ونفطه إلى سوريا، من خلال البحر، من خلال البر، ومن خلال سيادة العميد. هنا يعني السؤال أيضا، يعني شحنات النفط المهربة الداخلة إلى سوريا، هل هدفها سوريا فقط أم هناك هدف أبعد من ذلك؟ يعني ربما تستهدف دعم ميليشيا حزب الله. هذا مؤكد، هذا مؤكد. نعم، يعني الأسلحة المهربة من إيران إلى سوريا ليست لسوريا فقط أو للميليشيا الإيرانية المتواجدة في سوريا يعني فقط، إنما تستهدف أيضا الوصول هذه السلاح وهذا النفط إلى إيران، إلى لبنان. يعني لبنان أيضا هو إحدى مسارح الأعمال القتالية لإيران. يعني الآن لبنان بدون دولة، بدون قرار، قراره مصادر بدون رئيس، هناك فراغ سياسي كبير في لبنان، منع الدولة اللبنانية ومنع اللبنانيين من اختيار رئيسهم، كل هذه تعتبر من مقومات نفوذ إيران في لبنان. وبالتالي إرسال الأدوات التي تمنع وجود دولة لبنانية واتخاذ قرار لبناني صحيح عربي للامتياز هو إرسال هذه المواد إلى لبنان. سلاح حزب الله كله لبنان، وحزب الله يفتخر في أن هذا السلاح هو سلاح إيراني. طيب يعني الحديث عن حزب الله وهذه الميليشيات، نعم، على أحد أن سلاح حزب الله هو إيراني. طيب هنا خلال الستة أو خلال الأشهر الماضية استهدفت القوات الإسرائيلية مواقع عسكرية لميليشيا حزب الله في ريف دمشق، والآن تستهدف قوافل النفط في العراق. لماذا لم ترد الميليشيات برأيك؟ هل هناك ربما أوامر من طهران بالتهدئة أم كيف يفهم الموضوع؟ أنت والجميع يلاحظون بأن إيران لم تذكر اسم إسرائيل في تلك الضربة حتى في الضربات السابقة. يعني عندما تذكر اسم إسرائيل فهذا يستدعي أنه سيكون رد إيراني على
الضربات الإسرائيلية. لذلك إيران تختبئ وراء أن هناك عمل عسكري تم تنفيذه على إحدى القواعد الإيرانية المتواجدة على الأراضي السورية أو في حزب الله. يعني هناك اتهام لأمريكا مثلا بأن أمريكا هي التي قصفت تلك الشاحنات التي قدمت إلى الأراضي السورية. يعني إيران هي تبتعد بالاتهام إلى إسرائيل، مما يعني هي تريد أن تقول لمواطنيها بأن إسرائيل ليست لها أيدي في قصف هذه المواقع أو قصف تلك الشاحنات التي تمر عبر الأراضي العراقية إلى سوريا. نعم. يعني هي تهرب من الواقع حقيقة، لكن إسرائيل أيضا هي لم تذكر ولم تصرح أن هي من بدأت في القصف على تلك المناطق أو هي التي استهدفت تلك الشاحنات. والأمر مبهم، لكن الواقع أن إسرائيل لها مصلحة في تدمير تلك الشاحنات وتدمير الأسلحة والذخائر، بأن إسرائيل ويعني سلاح الجوي قادر على أنه ينفذ تلك الطلعات وتلك الضربات على المناطق في سوريا. بموازاة ذلك، إلى أي مدى يمكن ربط تزايد الاستهداف الإسرائيلي للميليشيات الموالية لإيران بتعثر مفاوضات الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة؟ طبعا إسرائيل لا، يعني إسرائيل من الدول المصرة والملحة دائما بأن على إيران أن لا تمتلك القنبلة النووية وتدافع وتبحث مع أمريكا بأكثر من مجال بمنع إيران بامتلاك القنبلة النووية، حتى لو ذلك تم استخدام السلاح والقوة ضد إيران لمنع استخدام أو يعني منع إيران من امتلاك تلك القنبلة. الآن يعني لا يمكن أن نقرأ أنه هناك تهدئة بين إسرائيل وبين الميليشيا المتواجدة على الأرض السورية الإيرانية. من بداية عام 2012 تقريبا إلى الآن نفذت إسرائيل عدة أو الكثير من الطلعات الجوية ضد ميليشيا حزب الله وميليشيا فاطميين وزنبيين والميليشيا التابعة للحشد الشيعي الإيراني المتواجد في سوريا، ولن تكون النهاية. يعني هناك الكثير من الأهداف وهناك بنوك أهداف كبيرة وبنك أهداف كبير جدا لإسرائيل في المنطقة في بالتحديد دكتور أي ردود إيرانية أو سورية أو حزب الله. سيادة العميد، بالتحديد هل تعتقد أن تتحول الضربات الإسرائيلية من أذرع إيران وميليشياتها في المنطقة إلى العمق الإيراني مباشرة؟ لو أرادت إسرائيل أن تنفذ ضرباتها في العمق الإيراني هي تستطيع ذلك وتستطيع تنفيذ ذلك، لكن هناك من يربط إسرائيل من تنفيذ هذه الضربات وهي أمريكا. أمريكا لا تريد أن تقوم إسرائيل بتنفيذ هذه الضربات. على أي حال يعني أنا أشك بالعدائيات القوية جدا التي تسمح لإسرائيل بتنفيذ ضربات ضد إيران، أشك تماما، لأن هناك علاقة تجارية كبيرة بين إسرائيل وإيران. نعم. وهناك حاخامات وهناك متدينين كثر من إيران في إسرائيل، ويعني لهم قريبا تقريبا ولاء لإيران، وهذا يمنع من تنفيذ تلك الضربات. لكن عندما تصل الأمور إلى الموضوع النووي أو الموضوع التي يمكن أن يعني تمتلك إيران تلك القنبلة النووية أو القنابل الذرية أو ما هنالك من القنابل، أعتقد أن إسرائيل لن تتوانى بضرب إيران في عمق إيران وخاصة المفاعلات النووية. الأمر مرتبط بقدرة إيران على امتلاك تلك السلاح وإمكانية أمريكا بإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل بتنفيذ تلك الضربات. من عمان الخبير العسكري العميد عبد الهادي ساري، شكرا جزيلا لك.